السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. فيديو جديد، ريفيو جديد، وحشتوني جدا. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة رجعت لكم بريفيو جديد عن منتج جربته. المنتج ده أنا بجربه بقالي فترة كبيرة قوي، ولما عجبني جدا حبيت أن أنا أشارككم الريفيو عنه. هو عبارة عن لوشن من فيكتوريا سيكريت. اللوشن ده مختلف عن أي لوشن. اللوشن ده اسمه شيمر لوشن. يعني إيه؟ يعني هو فيه جليتر أو حبيبات صغيرة جدا من الجليتر بتدي لمعة للجسم، فهو مناسب لكل الزوجات. ولو انت عروسة جديدة أنصحك إن انت تجيبيه من ضمن الحاجات اللي انت بتجيبيها لجهازك. هو اسمه باشن ستراك شيمر. زي ما انتم شايفين كده العبوة من كتر ما انا استعملتها خلاص يعني تعتبر تهلكت خالص، بس هو حلو جدا، الريحة بتاعته رقيقة قوي، وكمان المميز فيه ان حبيبات الجليتر الموجودة فيه هي طبيعية قوي، فهتدي لمعة للجسم وهتبقى شكلها طبيعي وحلو جدا. يعني مش زي اللوشن اللي بيبقى فيه حبيبات جليتر كبيرة قوي ويبقى شكلها مزعج. القوام بتاعه يعتبر خفيف شوية، فوانتي بتستخدميه هتستخدمي كمية صغيرة وتوزعيها على بشرتك. البشرة بتمتصه وبعد كده بيفضل الحبيبات بتاعة الشمر دي على الجسم، فهتدي اللوك اللي احنا قلنا عليه وتديك اللمعة اللي شكلها حلو دي. العبوة كبيرة فهي 250 ملي، بتقعد معاكي فترة كبيرة جدا. اللوشن ده عندي بقاله كتير جدا. هو كمان الريحة بتاعته غنية شوية بالتفاح وكمان الفانيليا والأوركيد. والحلو فيه كمان ان هو مرطب للبشرة، وكمان فيه مكونات مغذية كمان للبشرة زي الالوفيرا اللي هو جل الصبار، وكمان فيه فيتامين اي المهم جدا لبشرتنا. تقدري تستخدميه على الاكتاف او حتى الرجل، هيديكي لوك حلو جدا للبشرة. كمان من المكونات بتاعته ان هو بيحتوي على الجليسرين. عارفين طبعا الجليسرين من المرطبات الحلوة جدا للبشرة، فيبقى هنحصل على لمعين او بشرة اللوك بتاعها حلو جدا بجانب هنرطب بشرتنا قوي. طبعا منتجات فيكتوريا سيكريت غنية عن التعريف ومعظمها حلو جدا والناس جدا بتفضلها. عملت معاكم ريفيوهات قبل كده كمان عن ماركة باسند بادي، هسيب لكم بعض الروابط في صندوق الوصف. يا رب يكون ريفيو النهاردة عجبكم وما كنش طولت عليكم. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش باللايك والشير مع اصحابك، وتدوسي كمان على علامة الجرس وتشتركي في القناة وتنوريني، وكمان تفعلي الجرس عشان يجيلك اشعارات بالريفيوهات والفيديوهات اللي انا بنزلها. اسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.